بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن نبات الروزميري. نبات الروزميري سهل العناية وسهل التكاثر جامد جدا وحلوة قوي، وكفاية ان انت تحاولي تزرعيه في البيت عندك وعند شباك المطبخ، في البلكونة، في الفرندا، في اي حاجة في الجنينة، وسهل التكاثر وجميل قوي قوي قوي. بيتحط طبعا زي ما انتوا عارفين في البيتزا والاكل واللحوم حلو يعني. كل اللي احنا هنعمله، ومش بيحتاج على فكرة عناية جامدة جدا، كل اللي احنا هنعمله هتقطعي مثلا فرع زي ده، تمام، وهنزيل منه الأوراق. أي فرع مثلا زي ده، هناخد الفرع دون وهنزيل منه الأوراق، كل الأوراق هتتزال ما عدا الجزء اللي فوق، تمام. الجزء اللي فوق ده هنسيبه، إنما أوراق الساق كلها هتتزال ما عدا الجزء اللي فوق، تمام. نقول تاني، هناخد فرع زي ده هنكسره، هنزيل كل الاوراق اللي تحت، كل الاوراق اللي تحت دي هتتزال ما عدا الجزء اللي فوق، وهنجيب كوباية مية. دي اسهل طريقة يا جماعة، اسهل طريقة للتكاثر، انا جربت كل الطرق. هتجيبي كوباية مية وهنحط فيها الفرع اللي احنا كسرناه وشلنا الايه الورق دون ما عدا الجزء اللي فوق، وحطيها، وكل 3 4 ايام او كل 3 ايام تغيري المية. هيفضل في المية لحد ما يطلع له جذور، سبحان الله، هيجدر طبعا عشان هو النوع من انواع الخشبيات، شوية هو خشبي شوية فممكن هيريب شوية في الجذور، فما تقلقوش. بعون الله انا جربت الطريقة دي فعلا وجابت نتيجة بإذن الله حلوة. كل 3 4 ايام هنغير المية، سيبيه في المية ادام عايش، سيبيه في المية لحد ما يطلع الجذور بتاعته. واول ما يطلع الجذور تبقى الجذور كبيرة عشان خاطر نقدر نزرعها، تحفري في القصرية او التربة او الفاز او الزهرية او الارض او اي حاجة عندك، وتقومي حطاها وتروي ري غزير. يعني لما تيجي تنقليها للتربة او تحطيها، تضغطي تحفري وتحطي الغصن وتضغطي في التربة عشان يبقى ماسك. دي معلومة مهمة، تضغطي في التربة عشان تمسك الفرع، وتروي ري غزير، ري غزير عشان هو كان محطوط في كوباية مية واخد على ان كان فيه مية كتير، فلما هتحطيه في التربة هيحصل اختلاف. يعني خلاص شلنا الفروع دي، الاوراق دي، وهنخلي الجزء اللي فوق ونحطه في كوباية المية، يقعد زي ما يقعد. اول ما يطلع جذور كتير هنشيله من الكوباية المية، هنحطه في التربة ونضغط في التربة قوي عليه ونصب مية غزيرة، وبعد كده نرويه بقى بانتظام كل يومين، كل مثلا 3 ايام على حسب الجو بتاعنا. وده حلو جدا وظريف، وممكن تعملوه طبعا، بتاخدوا منه بعض الوريقات مثلا مع شوية مثلا عصير برتقان ومية سخنة، او كم ورقة مثلا مع الشاي الاخضر مع مية سخنة، يعني برة بيشربوه زي الشاي، تمام. يا رب تكون المعلومة افادتكم، وحاولوا تزرعوا وتاكلوا من عمال ايديكم. شكرا، السلام عليكم.